الفنان محمد هنيدي لفت النظر جدا بجرأته في أفيش فيلمه الجديد يوم ملوش لازمة مع روبي وريهام حجاج إخراج أحمد الجندي، لأن هنيدي وافق يتصور بفوطة على الأفيش اللي صوره المصور شريف قمر، رغم أن أي ظهور للفنان عادي لممثلين كتير، لكن هنيدي معروف عنه أنه محافظ جدا وبيرفض أي مشهد أو لوك في أي نوع من الجرأة، والفيلم هيتعرض قريب جدا. أقدم لك عريس. لحظة، عرفت شريطها من شهرين. شريطها؟ هات العلبة الخضراء اللي عليها ست بتزغرت وفي نفس الوقت عاملة كده. حضرتك أنا نطيت غلط. بس نطيت غلط. زق معايا اليوم بقى. إيه يا عم أنت العبط اللي أنت في مفاجآت بعد الجواز كتير. إيه بقى؟ أنا عايزة مين ده؟ أنت ما بتموتيش ليه؟ وربنا أنا عايز أروح. نور الشريف اتراجع عن قراره بالبعد عن التلفزيون ورجع تاني لمسلسل أولاد منصور التهامي اللي كان مشروع شبه متوقف مع السيناريست مصطفى محرم والمخرج سميح النقاش. فيه حالة نشاط جامدة بيعيشها نور بعد عرض فيلمه بتوقيت القاهرة، وهي اللي حمسته يرجع لمشروع المسلسل وكمان يحدد ميعاد للتصوير أول مارس. ايه يا عم ده؟ ايش انا شايف البيه المأمور بتاعنا مهتم بيك قوي. تكونوش بلديات؟ لا تكونش يعني قضيت له مصلحة ولا حاجة؟ كان مأمور مركز في بلدنا. كده بانت بقى، يبقى المصلحة اكيد كانت كبيرة. كان في يدي ايه اعمله له؟ طب يا اخي بلاش تعمل له، هو اعمل للهانم اللي جات لك لحد عندك. كلام الحريم ما يلدش غير على الحريم. استنى هنا، رايح فين؟ اقف عندك، انت سايبني وماشي؟ ماشي يا سخالف. اوعى تكون فاكر ان الباشا المأمور اللي قاعد جوه ده ممكن يعمل لك حاجه. لا ده كبيره هنا الساعه 7. خش. سمعت انا قلت ايه؟ الباشا اللي مدلعك كبيره هنا الساعه 7، ومن 7 بقى بالليل ل7 الصبح العبد لله ملك العنبر ده كله. وما اقولكش على الليل هنا شكله ايه؟ مليان شياطين، أزخم من الشياطين اللي انت بتحضرها. اللي قتل اتنين ما تفرقش معايا، جاب الوجه كريم وهو قتل 10. انت بتهددني يا مسجون انت؟ ابعد عن سكتي، ابعد عن سكتي. المنتج أحمد السكي جات له حالة نفسية سيئة جدا بسبب وفاة المنتج محمد حسن رمزي مؤخرا بعد تدهور حالته الصحية في لندن. السكي كمان أجرى عملية جراحية دقيقة جدا في القلب يوم الاثنين اللي فات في لندن، وحالته الصحية لسه مش مستقرة وتكاد تكون حرجة، ولازم يكمل فترة نقاهة هناك لأطول مدة ممكنة. أما الفنان يحيى الفخراني فسافر فجأة لأمريكا ومحدش كان عارف السبب، لكن عرفنا أنه عايز يقضي فترة استجمام وأجازة عائلية وسافر معاه كل أسرته. الغريب بأن يحيى مش محدد موقفه من الدراما الرمضانية ومختارش أي سيناريو لحد دلوقتي، بس أخذ معاه مجموعة سيناريوهات يقراها في أمريكا يجوز يرجع بواحد فيهم لرمضان. وآخر أعمال الفنان الكبير هو مسلسل دهشة. شقاك لبناتك يا ولد أبوي. اللي بيني وبينك خبص يا ابني. واللي حرمك حقك باخد شقاك. رحل الفنان يسري مصطفى عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، واللي أكبر يسري على أنه يصرف كل فلوسه اللي حققها طوال مشواره الفني. يسري رحل وهو يعاني من الفقر والتجاهل ومرض الفشل الكلوي اللعين، ورغم موهبته التمثيلية الكبيرة لكنه كان دايماً غير محظوظ وما خدش ولا مرة دور البطولة المطلقة، لكنه قدر ينجح في أدوار صعبة حبه الجمهور فيها ومش ممكن ينساها، زي عاصم السلحدار في ليل الحلمية وأدواره في زيزينيا وضمير أبلة حكمة. ما جيت ليك النهاردة ملهاش أي معنى عندك قبل؟ لها معنى واحد يا أكرم، إنك عايز حاجة. عايزك تسامحيني يا قبل. وإيه تاني يا أكرم؟ مفيش. إيه تاني يا أكرم؟
أنا ماليش غيرك يا الله. عملت إيه تاني؟ ما كنتش متصور أبداً إن ده هيحصل. اتكلم دغري وقول عملت إيه؟ كنت متوقع أخد منك اللي أنا عايزه. إحنا عرفنا يحيى الفخراني يسافر ليه لأمريكا، لكن لسه ما عرفناش أحمد عز هيرفع قضية تاني ليه على زينة. هتعرفوا بالتفاصيل.